فتحت البوابات لاندفاع تمهرة مهرات الانتاج عمر السنتين بمختلف درجاتها متنافسة على كأس كلية الملك خالد العسكرية على مسافة الميل، مسافة 1600 متر، قيمة الجائزة 150,000 ريال. تبدأ ثقتي هذه الانطلاقة القوية، الانطلاقة السريعة، تتابعها في المركز الثاني راجية الله، وأيضا في المركز الثالث من المسار الخارجي علالي. منافسة مثيرة، منافسة كبيرة على كأس كلية الملك خالد العسكرية. ثقتي هل تواصل وهي قادمة بنشوة الانتصار الأخير، أم علالي تأتي من الخارج الآن في المركز الثاني؟ وأيضا راجية الله، ابن علم تتابع من ابنة علم تتابع من الداخل. هناك أيضا غلالولو قادمة من المسار الخارجي. في هذه الصورة تحديدا متابعينا الكرام، مع حضور لراجية الله الآن التي تتقدم بقوة بالشعار الأبيض، وحضور أيضا لعوالي نجد حاضرة للمركز الثاني. منافسة كبيرة، منافسة استثنائية، عرائس الإنتاج تتنافس بقوة. هنا راجية الله ابنة علم من المسار الداخلي، هناك أيضا عوالي نجد من المسار الخارجي، هناك غنومة، وهناك أيضا الحضور قادم من غلالولو. بينما هنا الأبيض هنا يتقدم بقوة على ذكرى مقتدرة في آخر النسخ التي حققها الأبيض. ما شاء الله تبارك الله، هنا راجية الله بكل قوة، ابنة علم بطلة لكأس كلية الملك خالد العسكرية على مسافة الميل وبقيادة المخضرم كاميلو سوبينا.